بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في زيارة تفقدية مع الدكتور هاني البنا لمنطقة الشقيلاب، هذه حي الخور، للمنازل المتضررة ومنهارة انهيار كلي وانهيار جزئي، والمنازل التي تأثرت من فيضان النيل خلال الأيام الماضية. وهذا نحن الآن نقف وقربنا النيل الأبيض، وفي هذه المنطقة التي يسكنها المواطنين وصل ارتفاع منسوب المياه إلى 145 سنت كما نراه الآن على جدران المنازل. هذا هو حد فيضان النيل. معظم هذه المنازل الآن بها تصدع بأثر فيضان النيل، وكذلك العديد من المنازل انهارت انهيار كلي، وكذلك المياه كان بها عدد من المشاكل الصحية التي اصطحبت الانهيار من الاختلاط بمياه الصرف الصحي والمياه الحمامات والمراحيض التي تأثرت في عدد من المشاكل الصحية بالمنطقة. وهذه المنازل التي انهارت انهيار كلي، كل الأسر الآن زرناها قبل قليل في الخيام التي نراها من الناحية الشرقية من المنازل، لجأت الآن كلها في المخيمات تختن إلى حين استعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي. الآن المياه رجعت، لكن تبقى مسألة صيانة وترميم المنازل وإنشاء المنازل إلى حتى ترجع الأسر إلى منازل إن شاء الله. يعني زي ما أخونا مبروك بيتكلم، لو احنا بصينا في الخلف هناك بعيد هنلاقي في مركب وفي نهر النيل الأبيض قبل ما يلتقي مع النيل الأزرق في الخرطوم، وهاج النيل وفاض النيل وسافر ليس فقط لهنا لكن إلى ما شاء الله لمدة كيلومترات بارتفاع متر ونص وأكثر. وده بيفكرنا بالسونامي اللي ضرب إندونيسيا في ديسمبر عام 2004 واللي موت حوالي 250,000 نسمة في بندا أتشي. وصلت قوة موجة السونامي إلى أن ضربت شواطئ الصومال في ذلك الوقت. هذا لمن لم يعرف ويعلم عن القوة بتاعت موجة السونامي اللي ضربت إندونيسيا، اللي احنا شفنا فيها مراكب فوق الجبال وعمارات يعني انهار الأدوار العليا فيها وثبتت اللي هي الأدوار السفلى فقط. هنا النيل زي ما انتم شايفين في الخلف هناك عند الشجرة أو عند العمود ده، وراه النيل شوفوا تخيلوا قوة. والنيل مش النيل ما بيعملش موج، النيل مش زي البحر عنده أمواج. فتخيلوا بقى كمية المياه اللي خرجت من النيل الأبيض ومشيت لغاية ما وصلت تدمر كثير من البيوت. والمؤسسة هنا عاملة مخيمين فيهم حوالي 240 خيمة و240 أسرة تقريبا، لكن في عائلات أخرى محتاجة لمثل هذه المنازل أو الخيام. فأرجوكم أنكم تساعدونا هنا كما بتساعدوا الناس في كل مكان في العالم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.